نعم، بالتأكيد استهدافات عنيفة وغارات وأحزمة نارية هي محصلة ليلة صعبة من القصف، الليلة الثالثة ليلة 33 من العدوان المتواصل على قطاع غزة. خلال هذه الدقائق ونحن نتحدث عبر الهواء مباشرة تتواصل غارات الطائرات الحربية على المنطقة الوسطى ومناطق مختلفة في قطاع غزة بمناطق متفرقة تستهدف فيها عدة منازل، تستهدف فيها أراض زراعية وأهداف متعددة، كل شيء يستهدفه طيران الاحتلال. خلال ساعات الليلة استهدف الاحتلال منزلين لسكان ومدنيين عزل على رؤوس سكنيهم في منطقة جباليا، في منازل لعائلة ظاهر ومنازل لعائلة أخرى، أدى لانتشال عدد من الشهداء وعشرات الجرحى من هذان الاستهدافان، وما زال هناك العديد تحت الأنقاض. لربما تسمعون هذه الأصوات من خلفي، وهي أيضا لقصف مدفعي وطائرات حربية واستهدافات حربية في المناطق الشمالية في قطاع غزة وفي المحافظة الوسطى. هذا قصف آخر، وهذه الأصوات سمعناها على مدار اليوم على في الحدود الشرقية للمحافظة الوسطى وأيضا الحدود الشمالية الغربية للمحافظة الوسطى، سواء بالقصف المدفعي أو بالقصف المدفعي من قبل الزوارق الاحتلال البحرية. في مقيم الشاطئ ارتكب الاحتلال أو استهدف الاحتلال عدة منازل، ويعني استهدف بالأحزمة النارية مفترقات ومناطق مختلفة، في ظل أن قواته تواجه المقاومة الفلسطينية وتواجه معارك ضارية كما يقولون في منطقة الشاطئ الشمالي، وهو المحور الجديد الذي دخله قبل يومين وعزز قواته هناك، وهي المناطق الشمالية لمخيم الشاطئ، وتجري فيها اشتباكات مع المقاومة الفلسطينية. والشاطئ عموما موجود شمال غرب مدينة غزة، وهو يعني بقعة سكنية مكتظة بالسكان، كتلة كبيرة من الناس موجودة في المخيم، وهو لا يقل عددا عن مخيم جباليا الأكثر اكتظاظا في قطاع غزة.